اي ناس انا دوبتي في دباديبو دباديبو دباديبو. ايوه بقى هنعيش بقى الروشانه بتاعت زمان. ورمضان اخويا فين؟ قول لي قهوه اسقي بايدي قهوه انا 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 قهوه. ايه رمضان بس وبتاع ايه رمضان؟ غني اغاني روشه بتاعت اليومين دول. ما اشربش شاي اشرب ازوزه. هو لازم اغنيه معاه مشروب رمضان؟ ما ينفعش على الناشف كده. ما بينزل مجانا. لا مش وقت بخله رمضان. وبعدين اللي انت ايه رايك بقى في شاكي الشمس؟ جيمس ايه يا رمضان؟ جيمس دي عربيه اسمه جينز. جيمس يعني جيمس ده من بورسعيد. المهم ده ما بيتلبسش على جلابيه رمضان، لازم بنطلون يا رمضان. انت بتعمل ايه رمضان؟ بقى بنطلون اهو قميص اهو وده اهو 100 100 يا رمضان. يا رمضان كده هيعبعب معاك، هيبقى شبه عزيز الهنش صدقني. هيرمي عيب جامد. ايه رايك؟ حلو يا رمضان. مش مهم بالهدوم، خلينا بالجلابيه. المهم الجاكي. الشباب شباب القلب زي الفل يا رمضان. قمر يا رمضان قمر. ايه الشباب شباب القلب؟ الله يرحمه. بتاع مين؟ جدك الله يرحمه. يا نهار اسود. ومنين؟ كان ابويا ورث ده. كبير واتعمل دواسه قدام باب اللوكان ده يا رمضان، حرام عليك. ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس جاكيت جيمس مقطع. ده مش جاكيت، ده فيست. وبعدين المقطع ده موضه يا رمضان. مقطع موضه؟ اه ده انا عندي موضه جوه بالهبل. لا اللي عندك دي تبقى للمطبخ يا رمضان، امسحه بقى في المطبخ ما تتلبسش. المهم كده بقى ايه، احنا روشين. المهم نعيش يوما بتوع زمان بقى يا اخي. يا بقى سلام. وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. وهات لي قلب لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. وهات لي قلب لا ذاب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. الله 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 الله، شايف الصوت، شايف الحلاوة. أنا اللي كنت بديك الفرصة تتعلم الصوت ده. فرصة إيه يا رمضان؟ أنت ما اديتنيش فرصة في أي حاجة، أنت ما اديتنيش فرصة آكل يا رمضان. أيوة كنت بفتح لك الراديو تقعد تغني. كداب يا رمضان، كل ما كنت أفتح الراديو تقول لي يا أكرم الكهرباء جاية غالية يا أكرم، وكنت بتكتم نفسي. أيوة بس كنت بفتحه وأقفله على طول. ما بلحقش أسمع حاجة. ده أنا كنت بنط من سطوح لسطوح لسطوح عشان أسمع حاجة عند الجيران يمكن أحفظها وأغنيها. بص، بتنط من سطوح لسطوح. مين كان بيشبك لك؟ وأنت هتذلني عشان كنت بتعمل لي كده يا رمضان؟ ماشي يا سيدي ماشي يا سيدي. المهم ان احنا بقى خرجنا وبقينا في الشارع اهو. تصدق اول مره اشوف الكشك ده انه قدام اللوكان ده. يا نهار، ما انت ما تخرجش من باب اللوكان ده رمضان، بيخاف تصرف. المهم تعالى بقى نشتري حاجات من الكشك كده يعني عشان نبرر نفسنا. نعمل ايه؟ نشتري حاجات من الكشك. نعمل ايه؟ نشتري حاجات من الكشك يا رمضان. مش قلنا هنعيش يومين من بتوع زمان؟ لا ما انا زمان كنت شاب بخيل برضه. خلاص يا رمضان هشتري، انا هشتري، انا ما تشغلش بالك. ماشي يا سيدي براحتك يا سيدي. البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض. البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض، البار الباجين الابيض. ده بيبيع ايه ده؟ البار الباجين الابيض. لا غاليه غاليه. انت تحس ان هو عايز يعطس وقفه، مش عايزه تيجي. لا غاليه وملهاش لازمه والله، ما بحبهاش. طعمها وحش كمان. ما تشغلش بالك، تعالى بقى نجيب حاجات من الكشك. لا نجيب، هات انت حاجات وانا بقول لك. تمام. هو انت على طول باراشوت كده رمضان؟ فرقه مظلات نازله على كتفي. لا والله يا اكرم، ما انا وانت واحد يعني. الله كسر عمك يا بيه. في سمعان كلام؟ لا في. هو انا مش قلت البنطلون ده ما يتلبسش غير وانت معايا؟ ما انا معاك اهو كمونه. يا بنت انا بغير. ايه اللي هما بيقولوا ده يا رمضان؟ ايه؟ هو متضايق عشان هي بتلبس البنطلون وهي مش معاه؟ يمكن هو معاه مقاس البنطلون مثلا ولا ايه؟ مش عارف. يعني هو اللي بيعرف يلبسه لها يعني؟ غريب. فكرني لما نرجع اللوكان ده اقول لاميره ما تلبسش البنطلون ده غير وهي معايا. جدع يا اكرم.
بعدين انت ازاي تنزلي صورتك على الفيس وانت مش معايا؟ لا انا ما نزلتهاش على الوش، انا حطيتها ستوري. ايه ستوري دي يا بس؟ حطي الشخصيه كمونه وتعرفي الناس حالتك ليه؟ ما تخلينا في حالنا. بروحها كمونه يا بنت. يا كمونه ما انا حطيتها قبل كده على الانستا وانت ضايقتها كمان على الانستا. يا كابتن ما ينفعش كده، عيب هتضرب خطيبتك واحنا واقفين. ايه يا عم انت فين؟ ولا رجع الاناناسيه دي ورا. يا اوعى تفتكر ان شعرك ده يخوفني، اديك على عينك. لا يا عم تضربني دي والنبي يا عم. تاخد دينا مراجيح دي وتمشي من هنا. يا اسطى هي نزلت الصورة على الانستا. ايه الانستا ده؟ ده موقع كده لعلي السيسي اللي زي دول كده بينزلوا عليه الصور. انستا؟ اه. ده بكام ده؟ يعني هو حتى لو بجنيه ونص هتشتريه يا رمضان؟ بجنيه ونص؟ ها؟ مهم يالا امشي بشعرك ده وخد البنت المشوهه دي وامشي من هنا. الله انت ازاي تحطي ميك اب وانت مش معايا؟ انت مش قادر غير عليا قدامي يا بنت. روحك يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي المفروض كده حاطه ميك اب؟ انا مش عارف يعني ايه ميك اب. ايوه يعني دي احسن حالاتها يعني؟ حاجه غريبه جدا. هو الشباب بقى كده وهي دي اللغه بقى؟ انا مش فاهم حاجه يا رمضان. واحد اختفى عن العالم بقاله فتره. ده الواحد اتسحل عن العالم. انت هتروح بقى تشتري حاجات؟ اه اشتري حاجات كده نبر نفسنا ناكل كده. انا اخش اكل عندي بقى. ايه انا عندي شويه حاجات كده بايته بقالها فتره عندي يعني، فخايف تبات. روح يا رمضان بس ما تاخرش. ماشي وهجيلك. ماشي بسرعه نخش بقى نشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا عمك يلا. حلو قوي ده. ايه رايك في الروشنه؟ ولع الدنيا. لبس بتوع الانابيب ده ياكل منك حته. وانت اللبس يعني بتاع سلاحف النينجا ده هو اللي خلاص اخر موضه؟ ايه دي الروشنه يا عم، انما الجو الكتات دي اتلغت زمان. واحده 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 اخش. ماشي فين عم رمضان؟ عمك رمضان راح يجيب ياكل اكل بايت في اللوكاندا وجاي. لا لا ده تلاقيه بايت من شهر اغسطس الاكل ده. عادي بقى هو معدته واخده على كده. تعالى تعالى الكشك نبتدي الصياعه بقى، نجيب حاجه نشربها ونقف بيها على النصر. ده كشك مهجور ولا ايه؟ يا اللي هنا. ايه 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 مساء الخير يا حاج. مساء النور. لو سمحت ممكن تدينا بس كيسين بطاطس مقرمشه؟ بطاطس مقرمشه من دي؟ ايوه. اه يا ريت. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اصل انا ما ببيعش بطاطس مقرمشه. ما بتبيعش؟ اه ما بيبيعش. الراجل ده اصله امين جدا، خايف علينا يعني، بتجيب مواد حافظه وبتجيب امراض وكده. طب شوف لنا حاجه ثانيه يا عم منصف. خلاص ممكن مصاصه من دي. من دي؟ ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما ببيعش مصاصه. المصاصه ماتت حضرتك. ما بتبيعش مصاصه. ما بتبيعش برضه مصاصه؟ معلش خايف علينا من التسوس. معلش اختار حاجه ثانيه. طب حضرتك ادينا شوكولاته من دي. من دي؟ اه. لا اله الا الله سهلنا. اصل انا ما ببيعش شوكولاته برضه. ما بتبيعش برضه شوكولاته؟ حضرتك واقف تدوق. طب هات بسكوت. لا شبعت مش قادر والله. ايه ده؟ هو احنا بنطلب عشان ناكله ولا؟ واحنا جايين نقوتك. ما انتوا عايزين ايه؟ عايزينك تبيع. ما بتبيعش ليه؟ انا بلح الكشك ده لمزاجي الشخصي عشان اقعد اكل كل الحاجات اللي فيه دي واشوف نظره الحرمان اللي في عينيكوا دي. ايه ده؟ انا اتحرمت من حاجات كتير قوي وانا صغير. يا عم احنا مالنا ومالك وانت صغير؟ ما كنتش تولع. بابا ما كانش بيديني سندوتشات وانا رايح المدرسه. ماما ما كانش بتغيرني وانا بعمل بيبي. يا عم تولع تعمل بيبي بعد عننا، انت تقرفنا. ريحته باينه ان ماما ما كانش بتغيرني. لكن دلوقتي بقى عندي كشك فيه بطاطس مقرمشه وبسكوت ومصاصه وشوكولاته. شوكولاته شوكولاته